النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها هي هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا؟ أتصور أنه واضح جدا، مش محتاج. وإحنا شفنا أن لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك إزاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفعالية وبحسم. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من أن احنا نتحرك بفعالية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعمل له كل حاجة حلو. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد. آخر كلمة هقولها فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية، الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك. وهنا ده مسؤولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسؤولية سياسية.